بحزيمة وإصرار يواصل جريح الوطن محمد غالي حياته بالعمل والإنتاج متحدياً إصابته التي أدت إلى بتر ساقه، فأسس مشروعه الخاص به وهو محل لبيع المنظفات. الحمد لله على الوضع اللي نحن فيه من ناحية الجسدية، يعني الحمد لله تصاوبنا وقمنا بخير وسلامة ونوينا نشتغل. ما خلص انه نسبة عجزة 90% انه قعدتني بالفرشة مع التحرك، لازم تنتج، بدك تعيش عائلة، بدك تقوم بشيء مطلوب منك. والموضوع المنظفات حلوة حركته، وما بدها كتير حركة مثل اي مادة تانية، انه حركتها كتير متعبة كونه في طرف وهيك. اي والحمد لله يعني امورها تمام جيدة، دخل زيادة، مجتمع تاني عن البيت وقاعدة البيت مع موضوع اصابة تاني، كتير الامور ممتازة بالنسبة لي وشغله حلو، والف الحمد لله انه في اراده نوينا وفعلنا مثل ما بيقولوا. بدي وجه انه الاصابه ولا شيء بالنسبه لحركتك اليوميه او حركه عملك او اي شيء، هي بالنهايه انت شيء قمت فيه انت تحب تقوم فيه وجبت نتيجه شو ما تكون، كان باصابه او بلا اصابه، المهم انه حررت بوطنك، عملت شيء انت حب تعمله، ما بتقيدك باي شيء الاصابه. ان اي شاب جريح في بس يحط بباله وبصير، بس ينوي، بس يقوي معنوياته أترى. ان اي شيء بيضعف معنوياتك لا ترد عليه وطنشه واعتبره غير موجود. والحمد لله يعني بس الواحد يتوكل على الله شوي، يحط عينه بعين الله بيصير. الجريح محمد مستمر بخدمة الوطن من خلال المساهمة في بناء اقتصاده بالعمل التغلب على الإصابة من خلال مشروعه الذي يعينه في سبل العيش وتحقيق طموحاته.